وصول أول رحلة لشركة مصر للطيران متجهة من القاهرة إلى بورت السودان صباح اليوم. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيوناتنا في كل مكان، وخدمة إخبارية جديدة متابعة مستمرة لآخر الأخبار. ووصلت منذ قليل أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران الناقل الوطني إلى مدينة بورت السودان بعد إقلاعها من مطار القاهرة فجر اليوم. طبعا انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أولى رحلات شركة مصر للطيران في طريقها إلى مدينة بورت السودان، ودي الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطني المصري مصر للطيران. طبعا ده بيأتي ضمن خطة الشركة للوجود في السودان وتسيير الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات في العالم كله. طبعا ده أكيد من أجل تسهيل نقل المواطنين بين مصر وبين بعض المدن السودانية. وبتصل رحلات مصر للطيران في الوقت الحالي إلى نقطتين في بلد السودان الشقيق. وبالفعل تم فتح باب الحجز خلال الساعات اللي فاتت امام المواطنين على متن رحله مصر للطيران بين مطار القاهره الدولي ومطار مدينه بورت السودان من بدايه الشهر الحالي. طبعا بيعد خط مدينه بورت السودان من الخطوط الواعده خاصه على الصعيد التجاري، يعني موضوع النقل لا يقتصر فقط على نقل الاشخاص والافراد بين مصر والسودان، واكيد علاقه تاريخيه ممتده كبيره جدا جدا ما بين المصريين والسودانيين، وهذا الخط المهم جدا جدا ليس على الصعيد البشري فقط ولكن له اهميه كبرى على الصعيد التجاري. ودلوقتي اي حد مصري او سوداني يقدر يحجز تذاكر السفر من مكاتب الشركه الخاصه بمصر للطيران او وكلاء السفر المعتمدين طبعا، او مباشره عن طريق الموقع الالكتروني للشركة الوطنية مصر للطيران عشان ينتقل بسهولة ما بين القاهرة إلى ميناء بورت السودان. دي كانت تفاصيل أول رحلة طلعت من مطار القاهرة الدولي وتوصل إلى مطار بورت السودان في الساعات الأولى من صباح اليوم، والطائرة وصلت بالفعل بسلامة الله منذ قليل إلى السودان. إن شاء الله بنتمنى السلامة لكل أهل السودان، ونتمنى مزيد من خطوط الطيران بين مصر والسودان، مزيد من العلاقات الطيبة المتواصلة والتاريخية بين البلدين الشقيقين. إلى هنا تنتهي خدمتنا الإخبارية، انتظرونا في خدمات إخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية. شكرا جزيلا لكم.